نخش بقى على طول بقى اسئله وايه واجابات صريحه عايزينها منك. تمام. يعني اختيارات كيروش حتى هذه اللحظه بتشوفها ازاي؟ وهل زي ما بيتقال عنه مدرب لا يعرف المجاملات وله فكر خاص وربما البعض لا يعني يستطيع قراءه افكاره من اللحظات الاولى؟ طب هل الكلام ده هينطبق على مشاركه أفشة النهارده ولا لا؟ وهل في مفاجآت اخرى؟ هو مستر كيروش من مدربين كبار جدا، مدرب يمتلك خبرات كبيره وقاد اكتر من منتخب للوصول لكاس العالم. صحيح. هو مميز جدا في المنطقه دي وخبراته عاليه جدا، ومدرب ليه فكر وليه فلسفه وليه استراتيجيه بشكل كبير. يمكن مستر كيروش فاجئنا احنا كمصريين، هو بيلعب باربعه ثلاثه ثلاثه، واحنا متعودين دايما ان احنا عندنا اللاعب رقم 10 ده اساسي في منتخباتنا على مر العصور. يعني لاعب رقم 10 ده بيبقى مميز عندنا انه لعيب بيكون كورته عاليه شويه، بيعمل عمليه او حلقه وصل ما بين خط الوسط والخط الهجوم عندنا. احنا يمكن افتقدنا ده في الوقت الاخير، انه دايما عندنا أفشة مش موجود بشكل مستمر، عندنا عبد الله السعيد بيلعب اكتر في اللاعب رقم 8 بشكل اكبر، محمد شريف بيلعب وينج. يعني بلاقي فيه شويه توظيف للعيبه عندنا بشكل متغير شويه او مختلف شويه على اللي احنا متعودين عليه، ولكن اكيد ده هيجني ثماره يعني مع الاستمراريه ومع التجانس ومع الفتره اللي جايه، وان الفرقه تعمل معسكر يقدر مستر كيروش ينفذ شغله او يشوف يقف على نوعيه اللعيبه اللي تقدر تنفذ شغله بشكل كويس. اكيد هو عنده وجهه نظر، اكيد هو ماشي بطريقه صح، ولكن احنا يمكن بنقلق شويه لو ادائنا بيختلف شويه. ما هي انا معلش هاخد من كلامك لان انا عندي برضو نقطه عايزه شخصيا افهمها. انا دلوقتي لما اغير اماكن او يعني دور اللعيبه في الملعب، انا دلوقتي زي محمد شريف على سبيل المثال، محمد شريف عندي مهاجم ومهاجم بقاله فتره، لما اجي لعبته دلوقتي وينج، طيب هل هو على درايه اصلا كيروش سواء قبل بقيه يعني الاداره او الجهاز المعاون على ان على فكره محمد شريف مهاجم بقاله سنين، ولا القصه هو عنده المعلومه في نفس الوقت هو شايف ان المكان ده انسب ليه؟ طيب هل حتى لو هنغير او هنبدل، هل انا مرنت بشكل كافي اللاعب ده على يعني البوزيشن ده؟ يعني برضو لا، كلام حضرتك مظبوط 100%، ان انا كمان كمدير فني لازم برضو اسمع للجهاز المعاون بالنسبه لي، لانه انا شايف ان هم اكيد هيدوا له معلومات هتفيده. اكيد ده الجهاز، لو النجاح لمستر كيروش فهو نجاح للجميع، يعني منتخب سواء جهازه المعاون او سواء جمهور بتفرح جمهور وبتعمل لنفسك كمان اضافه كبطولات مكسب للجميع. بالظبط. فانا شايف ان هو لازم برضو يقعد مع الجهاز المعاون يسمع لهم يشوف وجهه نظرهم. انا شايف انه مستر كيروش توظيفه لمحمد شريف في المكان ده يعني غير مناسب بالمره. محمد شريف ماشي بشكل كويس جدا جدا مع الاهلي كمهاجم صريح. صحيح. بيقدر يستغل انصاف الفرص يجيب منها اهداف. كان ليه بصمات كتير جدا جدا مع الاهلي في الفتره الاخيره، يعني نستفاد من حالته الفنيه والتهديفيه اللي هو متواجد عليها في الفتره دي، حتى في مباراته الاخيره لما كان بنلعب مباراه تقريبا مع ليبيريا او حاجه زي كده كان هو اللي احرز الهدفين. رغم هو انا شايف انه ممكن يكون يعني اختلاف وجهات النظر بالنسبه لينا احنا كشارع رياضي وبالنسبه لمستر كيروش في موضوع محمد شريف، ان هو شايف ان محمد شريف لاعب متحرك كتير، لاعب بيروح على الجول اكتر، لاعب عايز مساحه يوصل بها للجول، فهو بيحاول يجيبه من على طرف من اطراف الملعب انه يبقى قدامه المساحه يقدر شايف اكتر، ما يبقاش مواجه او ما يبقاش مد ظهره لمرمى الخصم، يكون مواجه بشكل اكبر. ولكن يعني محمد شريف بيقدر، هو عنده حته ال 10 15 يارده دول بيعرف يسبق فيهم بشكل كويس. مثال كمان يعني بالظبط، يعني انا شايف ان هو لا يقدر يدي، يقدر محمد شريف يلعب كمهاجم صريح لمنتخب مصر ويؤدي فيها بشكل كويس. يا ريت ان مستر كروشي يعني يمكن انا حسيت او اداني زي مؤشر كده ان هو شايف محمد شريف وينج بس من خلال تغييره او نزول مروان حمدي بدلا من مصطفى محمد، وما تمش الدفع بمحمد شريف بدلا من مصطفى محمد، ووضع لاعب او الدفع بلاعب وينجر اساسي يقدر يقوم بالمهمه دي. ف
فانا شايف ان هو شايف محمد شريف اكتر ك يعني كوينجر، مش شايفه كمهاجم صريح. وده بصراحه انا شايفه ان هو نقطه لازم يتكلم فيها الجهاز المعاون، يعني طبعا معاه الكابتن ضياء سيد خبرات عاليه جدا، ومعاه الكابتن مع محمد شوقي نفس الكلام، ومع راجل لعيب دولي وعنده عين كويسه، عنده حسام الحضري من اساطير الحراس المرمى، وبرده عنده رؤيه كويسه فنيه، يقدر بشكل ما يعني ما اعرفش ممكن يكون ما فيش مساحه اعطيها المستر كروش للجهاز الفني المعاون اللي معاه هو يبدي رايه. فانا ما اعرفش يعني، لكن انا شايف هم لو ادوا له رايه اكيد هيقدر يعمل ناتج افضل وفعاليه اكبر ان شاء الله. جميل.